السكري عم بزيد عند الأطفال وبسن صغير، بيقول دكتور إيلي ديب وهو أخصائي غدد صماء وسكري أنه هالموضوع صار من جديد بسبب لأسباب عديدة رح نحكي عنها اليوم. كيف ممكن نتوقع منها؟ شو هي العلاجات الضرورية؟ وابتداء من أي عمر نقدر نعمل الفحوصات الضرورية؟ دكتور ديب صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. لما نقول سكري عند عمر صغير، يعني عند أي عمر ببلشوا ببينوا؟ يعني عادة السكري ببلش عمر كبير، نحكي 35 40 سنة وما فوق. بس هلا عم بصير في مثل وباء عنا أنه السكري عم يبلش عمر أصغر. هو سكر النوع الثاني عم نحكي، مش سكر النوع الاول يلي ببلش من الصغر، شو انه حديثي الولاده ببلش يبين عندهم. يعني بمعنى ثاني صار في عنا مثل وباء هالايام، عم نشوف السكر النوع الثاني اللي بنشوفه عند الناس الكبيره بالعمر عم يبين عند الناس المراهقين والشباب، يعني 25 سنه وما دون، حتى ل 13 سنه و 12 سنه. بنات وصبيان او رجالا ونساء؟ نساء او رجالا، ما في جنس يعني معين انه نساء او رجال عندهم امكانيه ينصابوا اكثر. ليه عم بتزيد نسبه السكري أكيد بعمر اصغر؟ اكيد مع الوقت اذا بنرجع من الابيديميولوجي نرجع من قبل لهلا، عم نشوف انه نسبه السكري عم بيصير على عمر اوطى من العاده. هذا بسبب المصاحه اهم شيء، والوزن الزايد اهم شيء، وقله الحركه اهم شيء. لما بنقول يعني مصاحه ووزن زايد يعني قد ايه دكتور؟ يعني وقت نحكي ما رح احكي بام اي وبارقام، بس وقت نشوف في عندنا دهون على الخصر اكثر شيء مجمعه، هي اكثر شيء هي اللي بتاثر على امكان الدهنيات بالدم او السكري عن عمر صغير. واهم شيء قله الحركه، يعني اللايف ستايل. اذا بنشوف هلا من قبل لهلا كله بدل انه احنا متوجهين على عصر سكري وعلى عصر اصابات بالشرايين وامراض القلب وامراض الكلى ناتجه عن السكري اكيد 100%. اذا بنعمل ستاتستكس هلا بامريكا تقريبا 19 مليون شخص معهم سكري، يعني بمعنى الثاني العدد كبير كثير وعم يتفاقم. النوع الثاني من السكري عاده بصيب الكبار، برجع بردت عم بصيب الصغار، يعني بمعنى الثاني بده يكون عندنا وعي انه ننتبه على اولادنا من هن وصغار وقت ينمو ما يعملوا وزن زايد، خاصه ما له علاقه الوراثه بالموضوع. الوراثه لها علاقه، بس للنوع اللي بيجي عند صغار لا ما له كثير علاقه. هو اكثر حاليا سيدنتري لايف ستايل، يعني بتقعد البلد على الانترنت على الواتساب كل النهار ما يعمل شيء وما يعمل حركه، ودائما الفاست فود والاكل اللي عم بتعرض له مثل البرجرز واشياء سريعه والريدي فود، هول كثير عم بياثروا. اذا بدنا نشوف الطرق الوقائيه انا بهمني وعي. هلا بدي بس تفسر لي قبل ما نحكي عن الوقايه والعلاجات، شو اللي بيصير تحديدا بالجسم لحتى بيصير في سكري؟ اكيد في عنا غده البنكرياس، اللي غده موجوده خلف المعده خلف الاستومك من ورا. يا ريت نشوف الصوره بنفس الوقت. اكيد هي الغده اللي شايفينها بالطول، البنكرياس على اليمين. هيدي الغده هي مسؤوله عن افرازات الانسولين بالجسم. عاده هالغده يلي بتتعب على عمر كبير وبتبين السكري على عمر كبير، يعني بصير البنكرياس ما يضخ كثير كميه انسولين كافيه تيكبح نسبه السكر بالدم بعد الاكل. اللي بيصير هلا انه على عمر اصغر عم نشوف انه هالغده عم تتاثر اكثر واكثر وتصير تتعب على بكير، يعني لما تتعب مؤخره عم تتعب على ابكر وقت، وهذا الوقت الزمني اللي عم يبين فيه على بكير ضعف الانسولين بالجسم او ضعف مضخه الانسولين اللي اسمه بنكرياس. عم بيصير في عنا النوع الثاني من السكري على عمر صغير، يعني تايب 2 دايابيتس ان يونج بيبل، ان يونج جينيريشن مش الاولد جينيريشن. اكيد العوارض بدنا ننتبه لها، هي اهم شيء، لانه الولد نحن بنشوفه صغير عم يلعب عم يفز عم بنط عم ياكل واو كثير منيح، بس لا، اذا الولد عم يعطش كثير، اذا الولد عم يفوت على التواليت كثير يعطي بول خاصه بالليل، اذا الولد عم بحس تعبان او ما عم بيقدر يتحرك او عنده فتيق او بيقلكم مثلا ما عم بقشع منيح لانه السكر العالي بياثر على النظر، فهدول كلهم عوارض بيأشروا لنا انه في عندنا سكري ولازم نلتجئ للحكيم تنفحص على قليل مستوى السكر بالدم، ننتبه اذا في ولا ما في سكري. فهول العوارض مهمين كثير ننتبه لهم، خاصه عند الاولاد عم بيعانوا منهم، بدنا نتوجه بسرعه عند الطبيب. يعني العطش، النظر، العطش، البول والتعب. البول والتعب اكيد يعني والفحص اللي ببين فيه سكري شو هو؟ فحص دم عادي؟ هو اول شيء نعمل فحص دم عادي اكيد، في كذا معدل لفحص الدم، حيلا فحص دم نعمله بالنهار اذا كان اكثر من 200 يعني في استعداد لسكر، او فينا نعمل تيست كمان سبيسيفيك اكثر بنعطي سكر وبعد ساعتين بنفحص، اذا طلع كمان اكثر من 200 يعني في سكر، اذا بين 100 وقريب من 200 يعني فيني استعداد. ما رح احط كثير ارقام طب ما ضيع، بس انه اذا عندنا قله الفحص بالبيت حيلا فحص سكري. يا ريت حدا يعطيني مي قبل ما نموت على الهواء. اوكي دكتور. حيلا فحص فوق ال 200 يعني في سكر، لازم ننتبه ونتوجه للطبيب اكيد.
طيب عم نحكي انه في وقايه، اذا انتبهنا على العوارض وعملنا الفحوصات، شو الوقائيا شو فينا نعمل؟ نوعيه الاكل يعني اللي عم ياكلوها الاولاد مثلا؟ اكيد 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 الوقايه هي خير علاج اكيد، يعني وقت نحكي بالوقايه بنحكي قبل كل شيء انه وقت الولد يبين فوق العمر 8 سنين نبلش نطعمه ويطعمين من البيت، يعني صحيح. مش انه نحن نشتغل برات البيت انه الولد ياكل الجانك فود. واهم شيء ننتبه حاليا مع عصر العولمه الموجود، خلي دائما في حركه، كولوني، جيم، اكتيفيتي، سبور، هيدي اهم شيء اللايف ستايل، يعني الحركه هي اللي بتحرق عند الولد. وقت نلاقي اولادنا عم بيكبروا وعم ياكلوا كثير عم بضلهم قاعدين وعم بيعملوا وزن زايد حول المعده خاصه الدهون حول البطن، هيدي استعداد كبير لمرض سكري ودهون على عمر بكير. وقت نحكي سكري على بكير بنحكي مشاكل بالعين، يعني ضعف او بالاحرى نزيف شبكه العين، يعني عمى بعين من العيون، بنحكي بمشاكل كلى، يعني بعدين بتوجه لغسيل كلاوي على بكير، واهم شيء بنحكي على كارديو فاسكولار ديزيزز، يعني مشاكل بالقلب والشرايين، يعني جرحات بكير بتصير على عمر 25 سنه 30 سنه، لازم ما تصير عند حيالله شخص صحيا جيد وما عنده مشاكل. يعني بمعنى ثاني المساج هو ننتبه على الاولاد وعلى العوارض اللي عم بيعانوا منها، لانه كثير عم نشوف بالعياده حاليا عمر صغير عم يجي لعنا 13 14 20 سنه عم نعمل فحص دم عم يطلع في سكري وهن مش داريين ومش عارفين انه هالعوارض هن سببها. انا بدي اقسم الاسئله، بدي اقسم الناس الاولاد اللي عندهم استعداد للسكري، يعني صار عندهم نسبه سكر عاليه بالجسم بس بعد ما صار عندهم سكري، والاولاد اللي عندهم سكري 100%. اذا اللي عنده استعداد هل بيقدر يرجع اريال، يعني بيقدر يعمل هالرياضه وينتبه على اكله او ياخذ دواء معين؟ شو بتعمل 100%؟ بنعطي في عندنا 3 جايد لاينز، يعني عندنا 3 اشياء بدنا نعملها. نمبر 1 بدها تكون هي وقايه الاكل، الحميه الغذائيه. نمبر 2 يلي معها هي اللايف ستايل موديفيكيشن، يعني بدنا يكون في حركه واكتيفيتي. ونمبر 3 بنعتبرها وقته، يمكن ايه يمكن لا، حسب تخزين السكر او حسب مستوى السكر بالاحرى بالدم، هي العلاج اللي بيكون اوقات وقته مش كونتينوس، يعني أوكي. مش بيرمننت. علاج ادويه يعني دواء؟ اكيد دواء معين بنعطيه حسب الحاله بنعطيه. شو بيعمل الدواء؟ شو الدواء بخفف الريزيستنس للانسولين بالدم، لانه هي بالنهايه وقت يكون في عندنا استعداد للسكر، يعني في انسولين ريزيستنس، يعني عم بيجي هالسكر الانسولين ما عم بيعرف يفوته على الخلايا اللي لازم يستعملها مثل الكبد، مثل الخلايا الدهنيه، مثل العضل، وهون بصير نسبه السكر تعلى بالدم، بس بعد ما في عندنا شيء اسمه سكري 100%. بس هذه فيها خطه رجعه اكيد لورا، بس ما بخبي انه في ريسك لبعدين انه مع العمر يصير في سكري. مع العمر يعني قد ايه اذا قدرنا نرجع لورا؟ فوق ال 30 35 سنه ممكن يرجع يبين السكري، يمكن يرجع جايين، لانه في عندنا استعداد ديجا موجود نحن عندنا ببين حتى بدون زياده وزن وقله حركه اوقات نعم، بس اكيد في عندنا 60% شانس انه ما يرجع يعاود اذا قدرنا رجعنا لورا هالركيل السريع. وهون بنرجع مثل ما قلتي انه الوقايه البدائيه او الوعي البدائي عند الاهل انه نسبه السكر عم بتزيد، انتبهوا على عمر صغير. يعني المساج كان ما نحكيه قبل بس هلا لازم نحكيه، يعني اخر ارتكلز طلعوا من يومين ومن ثلاثه بالامريكان دايابيتس اسوسيشن بالناشونال انستيتوت اوف هيلث، هي المصدر العالمي للصحه، بينوا انه نسبه السكري عم بتقل، يعني عم تقل بالعمر وعم تبين بكير، لازم ننتبه يكون في عنا وعي تنعرف حالنا لوين رايحين مع اولادنا لبعدين. الاولاد اللي بسن صغير بيصابوا بسكري من النوع الثاني، شو العلاج؟ بيختلف عن الكبار؟ زيته. يعني ما في ابدا اختلاف بالعلاج، عم نحكي بادويه معينه بلايف ستايل، يعني ادويه الحبوب مثل ما رح سمي كثير مثل الميتفورمين، في كذا اسم. لا ما بدنا نسمي ادويه، بس انه بياخذوا دواء للسكري بصيروا بشكل يومي؟ بياخذوا دواء اذا في عندهم سكري اكيد بشكل يومي اكيد بدهم ياخذوه، الا اذا نسبه المخزون قلت عن ال 6 6.5%، ونسبه الوزن اكيد ظبطت عند الولد والحركه صارت منيحه، ساعتها بنطمن بالنا انه فينا نكون اوف دراجز، يعني اوف ميديكيشن، يعني الولد في يمشي بلا دواء. بس اول بدايه العلاج لازم يكون عندنا 3 جايد لاينز بده يجوا على قائمه اللائحه، ان الاكل هي الدواء والحركه اكيد تقدر نخفض بسرعه مستوى السكر، ومنه ننطلق لخط سير امامي بنشوف اذا اي ولا لا. على الاكل بس عندنا اتصال من زياد حابب يطرح سؤال. زياد بونجور. بونجور. يا هلا تفضل، عم يسمعك دكتور ديب. يعطيك العافيه دكتور ودكتور. اذا انا عم بعمل ريجيم ابرز بروتينين، كنت وصلت لحاله مثل اوفر ويت، رحت لعند الاخصائيه تبعت الغذاء وعطتني هالرجيم هذا، هون من جمله هون طلبت مني اني اعمل فحص مخزون السكري. بعد طلع مخزون السكري بلو ابوف افريج. ابوف افريج اوكي. والسكر العادي تبع الجسم طلع نورمال عادي،
وصفت لي دينورم هالدواء هيدا هون بلشت هلا اخذ انا فيه، ضلني ماشي فيك لحياتي اما شو؟ اوكي، شكرا على سؤالك زياد. دكتور ديب رح يجاوبك. اذا طلع السكر عادي بس تحديد السكر عالي اكيد اول شيء الفحوصات مش معموله اديك وقت، لانه اذا طلع شوي تخزون السكري عالي ال اتش بي اي 1 سي، اما سكر الدم نورمال بنعمل فحص هو بسموه اورال جلوكوز تولرنس تيست، يعني بنعطي 50 جرام 75 جرام جلوكوز بنفحص بعد ساعتين. هالفحص انت ما عملته لازم يبين اذا معك مزبوط سكري ولا لا، تخزين السكري في يكون شوي فوق النورمال اذا واحد عنده اوفر ويت، بس مش يعني معه سكري ابدا وما في لزوم ابدا لعلاج بالديانورم هو مثل الجلوكوفاج او غير انواع ادويه هن الميتفورمين. يعني بمعنى ثاني ودائما بنتبه بشغله انه البروتين دايت بهالحاله هي هو غلط، لانه عم يقطع كل شيء كربوهيدرات عن الجسم وهو غلط 100%. كربوهيدرات يعني سكرولون او سكر البطيء، كلهم سكر البطيء او سكر سريع او سكر اللي بيجي من الفواكه حتى الفركتوز بيور ابدا، لازم ناخذ كميه طبيعيه بالنهار حتى لو معنا السكري حتى ما يصير فيه هبوط. بس ترجع للحاله اللي حكينا يا زياد، الحاله هي العلاج منه ظابط، لانه العلاج ما لازم ياخذ اول شيء دواء، هذا واحد. التشخيص ما كان كامل لانه انت ما معك سكري، بدك استعداد ومش معروف اذا عندك استعداد، ما عملت شيء اسمه تحسس الجسم على السكر، اسمه اورال جلوكوز تولرنس، توجع عن حيالة حكيم غدد مش اخصائي التغذيه تتعامله. ثالث شيء ما لازم تاخذ دواء، لانه علاج الميتفورمين يعني علاج اللي عم بياخده حتى لو كان اذا كان مش انديكيتد يعني مش بالمكان المضبوط معقول يسبب كسل بالكلى بعدين. أوكي. يعني لازم ننتبه لها. لكن بتنصحه يعيد الفحوصات ويوقف البروتين دايت اللي عم يعمله؟ اكيد ياخذ ريجولر دايت اللي هو الدايت اللي فيه من كل شيء بس معدل بطريقه انه الاندكس تبعه يكون اقل من الكالوريك اندكس هو لازم ياخذه بالنهار. بدي استفيد دكتور ديب بانه شهر رمضان صار قريب اكيد، وكثار من اللي حتى المراهقين بيصوموا وغيره، بدنا ناخذ اتصال مالك وتجاوبني على الاكل اللي بدهم ينتبهوا له، هل بيقدروا يصوموا هالصغار الشباب؟ مالك صباح الخير. بونجور. يا هلا تفضل. كيفك دكتور؟ الو مالك. انا عمري 16 سنه و اوفر ويت، عم بعمل رجيم وانه نزل وزني، بس نصحني حكيم الصحه انه اخذ دواء اسمه بيجوين كرمال الانسولين بالدم. كمان البيجوين هو مثل الديانور ومثل الجلوكوفاج مثل السيوفور مثل غيرهم، هو ميتفورمين هو المولكيول ذاتها عم نحكي فيها هلا. كثير كنا قبل نستعمل هالطريقه انه نعطي جلوكوفاج او ميتفورمين بالاحرى او بيجوين مع الدايت تنخف الوزن بشيء بنسميه انسولين ريزيستنس، يعني الانسولين يكون عالي بالدم تنخفض نسبه الانسولين. بس برجع بحكي انه السبب انه لزياده الوزن مش هو الانسولين العالي بالدم، الانسولين هو ناتج عن الوزن الزايد، يعني بيعلى الانسولين بالدم لانه في وزن زايد مش لانه في وزن زايد على الانسولين. يعني بمعنى ثاني اذا بنخفف وزننا الانسولين بينزل تلقائيا. يعني هذه طرق بعدها قديمه، يعني في ناس بس كرمال الدايت عم ياخذوا ادويه سكري، هذا غلط. ما لازم ننزل وزننا ونعيد الفحص يا نتأكد انه معنا سكري ولا لا، لانه العلاج مش بمطرحه بيؤدي بعدين لسكري كمان بيتعب الكبد. طيب خلينا نحكي عن شهر رمضان اللي جاي دكتور ديب، في كثير من المراهقين والشباب اللي عندهم هالسكري النوع الثاني بيصوموا، بحبوا انه يصوموا يعني اكيد ما بدهم يقفوا هال اكيد هالشهر. شو بيقدروا ياكلوا؟ على شو بدهم ينتبهوا؟ هل منيح لهم؟ هل صحي او لا؟ انا بعرف انه اللي عندهم سكري وهن بسن اكبر يعني بينصحوا اكثر انه ما يصوموا، انه ما يمنعوا حالهم هالقد عن الاكل لساعات طويله. اكيد اكيد، انه فايتين على شهر رمضان، وشهر رمضان الصيام كل النهار وحسب توقيت الزمن، يعني مثلا السنه 8 ونص اول افطار. يعني معنا ثاني كل النهار عم نكون بلا طعام. هلا في ناس بتحب تصوم مثل ما حضرتك تفضلتي وقلتي انه رمضان انه بحسوا انه حالهم انفولفد بالسيزون وخاصه بالعيد. النصيحه اول وحده بقولها اذا شخص جرب يصوم قبل ما احكي عن شو لازم ياكل وحس حاله تعبان او داخ، هذا بدل عن هبوط بالسكر بالجسم، فهون انا بحذر انه ما يصوم الشهر لانه في دواعي طبيه بتمنعه يصوم. يعني بمعنى ثاني ما لازم يكون في صيام بالاساس. اذا جرب صام يوم يومين او ثلاثه ولقى حاله مرتاح بالصيام عم بيقدر يداين للافطار، يعني بمعنى ثاني في صوم. هون كيف لازم ناكل بالنهار اذا عندنا نوع ثاني سكري؟ اكيد العلاج بده يتاخذ بعد الافطار دغري تكون العلاج موجود بالجسم ان كان حبوب او انسولين او غيره. وهون حلي هالشق على جنب ما رح احكي فيه لانه رح يكون اكثر بتوجه للطعام وطريقه الاكل. اما بالنسبه للطعام لازم توجه كل يوم لنوع واحد من النشويات، يعني بمعنى ثاني يعني او رز او معكرونه او بطاطا او معجنات، يعني ما نخفق كل شيء فوق بعضه.
ونقدر نقسم يا فواكه يا عصير بالنهار، مش اثنين مع بعض، لانه هو سكر سريع فركتوز. وبالنسبه للكومبلكس كربوهيدرات اللي هن النشويات، يكون في نوع واحد على الوجبه بالنهار، يعني مش اكثر من خبز من كذا نوع مثل ما قلنا. وكمان اهم من هيك بالنسبه للحلويات الموجوده برمضان، هي كثير بنهتم فيها، حلو العربي اكيد، لا قطعه صغيره بالنهار من نقيه من كل شيء تطلع قد كف الايد مش اكثر كل يوم، تنكون عم ناكل غذاء مثبت تنقول للحالة اللي نحن فيها وللوزن وللسكري. عنا اتصال من رنا. رنا صباح الخير. الو يا هلا تفضلي. بونجور مدام. بونجور. فيني احكي مع الدكتور؟ اكيد عم يسمعك، تفضلي رنا. بونجور دكتور. الو دكتور، انا هلا عمري 45، بس انا ديجا صار عندي سكري من شي 12 سنة بعد ما جبت ابني، بعد شي 3 سنين طلع عندي سكري، ويعني بالصدفة عرفت وكان بال 500. بلشت اتعالج من هديك الوقت وكان يلعب كثير، يعني يطلع 400 300، هلا عم بلش شوي يصير ستابل. انا بعد هالمرحله رجعت جبت بنت، ولما خلقت البنت عملوا لها فحص دغري مشان نشوف اذا انه عندها سكري، بس ما طلع فيه. بس هلا صار عمرها بنتي 7 سنين ونص وابني 13 ونص، هلا لازم اعمل لهم فحص او اي فحص بينعمل؟ كيف بدي اعرف اذا هني معرضين؟ شكرا لك، سؤالك كثير حلو بمحله وما خطرت لنا. اكيد جستيشنال دايابيتس، اكيد خلال الحمل، يعني سكر الحمل بسموه سكر الحمل. هي انصابت سكر الحمل بس ما كانوا عارفين باول حمل عندها، لانه طلع عندها بعد ما ولدت 500، يعني ديجا زمط اول ولد عندها، يعني ما طلع معه سكري على بكير. بس في ريسك دائما مثل ما بنعرف بالتكست بوكس بالكتب بتقلنا انه المراه المصابه بسكر الحبل في ريسك لبدها يعملوا نوع ثاني سكري على بكير. يعني هلا لازم تعملهم فحوصات 7 سنين ونص و 13 سنه. هلا اكيد اهم شيء اذا عبيعينهم العوارض اللي قلنا عليها من اول حلقه، مثل عطش مستديم، حاجه للمي، تعب، كل هالعوارض تتوجه اكيد لطبيبهم، طبيب الاطفال عندهم، في من هونيك ياخذ المبادره. واكيد فيها تنطر اذا ما عندهم هالعوارض، فيها تنطر لعمر 14 15 سنه وتعمل لهم فحص بدائي للسكر بالدم ولا استعداد السكري. شو بدر الفحص بيقدر واحد يعمله ويطمن؟ ليش بده ينطر؟ حتى لانه تقول الناس فحص دم بيركضوا دغري بيفزعوا انه بوشيل الورد ولا شيء، بس انه فيها تعمل فحص فيها دم فحص هي بس بدنا نفزع، يعني انه اذا هي مع سكر رح يصير مع سكر الاولاد كمان. شكرا لك دكتور، اهلا وسهلا فيك، شكرا على كل معلوماتك. حناخذ بريك، من بعدها رح نتابع بقى لايف، خليكم معنا. We'll be right back.